منحت جامعة الدول العربية صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر درع الجامعة العربية في الريادة في العمل التنموي، وذلك في احتفالية كبيرة أقيمت أمس بمقر الجامعة بالقاهرة، تقديراً لدور سموه الرائد في الارتقاء بالمجتمع، وتكريماً لإسهامات سموه في مجال التنمية والتحديث والنهضة الحضارية، ودور سموه في دعم العمل العربي المشترك. ويعد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اول قائد عربي يحصل على هذه الجائزه التي استحدثتها الجامعه العربيه هذا العام والتي تمنح للشخصيات العربيه الرفيعه ذات الاسهام الفعال في تطوير العمل العربي التنموي تسلم سمو الشيخ علي بن خليفه ال خليفه نائب رئيس الوزراء الدرع نيابه عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الامين العام لجامعه الدول العربيه السيد احمد ابو الغيط بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من رجال السياسه والفكر والثقافه والصحافه والاعلام والدبلوماسيين والاكاديميين العرب وبهذه المناسبه أعرب سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء عن اعتزازه بتكليفه من قبل الوالد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسلم درع الجامعة العربية للريادة في العمل التنموي نيابة عن سموه، ونقل سموه: تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجامعه الدول العربيه وامينها العام وكافه الحضور على هذا التكريم الذي يؤكد مدى تقدير الجامعه العربيه لجهود النهضه والتنميه التي تشهدها مملكه البحرين في مختلف المجالات. ونوه سموه إلى اعتزاز صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بنيل هذا التكريم من جامعة الدول العربية التي تمثل البيت الجامع لكل العرب مشيرا إلى أن هذا الاحتفاء بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والحضور الواسع لكبار المسؤولين والمفكرين هو دليل محبة وتقدير لدور سموه التنموي ومواقفه في خدمة وطنه والدفاع عن قضايا امته العربية والاسلامية. واكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة ان مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، استطاعت ان ترسي اسس نموذج رائد في التنمية الشاملة والمستدامة، الذي يهتم بتنمية الانسان اولا، وجعله محورا لكل جهد تنموي. واشاد سموه بدور جامعة الدول العربية وما تبذله من جهود لدعم التكامل والتضامن العربي، معربا سموه عن تمنياته للجامعة وامنها العام بمزيد من النجاح والتوفيق في تحقيق ما تطمح اليه الدول والشعوب العربية من تطور ونماء يحقق للامة العربية وشعوبها الرفعة والامن والاستقرار. وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، بعدها عرض فيلم وثائقي عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإنجازاته في مجال التنمية والتحديث في مملكة البحرين، حيث نجحت البحرين في وضع منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأصبحت مركزا اقتصاديا وصناعيا وعاصمة مالية تجذب الكثير من المؤسسات العالمية والعديد من البنوك الدولية، وتطرق الفيلم إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى برامج المساواة الاجتماعية المتزامنة مع تطور البنية التحتية الاقتصادية، ثم ألقى كل من السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء والسيد عمرو موسى الامين العام الاسبق لجامعه الدول العربيه، والسيد عبد الرؤوف الروابده رئيس الحكومه الاسبق ورئيس مجلس الاعيان السابق بالمملكه الاردنيه الهاشميه، اكدوا فيها على استحقاق سموه للجائزه على جهوده في مجال التنميه والتحديث ودعم سموه للعمل العربي المشترك. وقد اقيم ضمن الاحتفاليه معرض صور خاص بالاحتفاليه اشتمل على مجموعه من الصور التي ترصد جهود مملكه البحرين التنمويه في شتى القطاعات كما شهدت الاحتفاليه ترشين كتاب خليفه بن سلمان زعامه صنعت تاريخا الصادر عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجيه والذي يستعرض انجازات مملكه البحرين على صعيد التنميه والتطوير في كافه القطاعات والجهود التي قامت بها القياده الحكيمه من اجل تقدم ونهضه البحرين وهو ما اسهم في ان تصل مملكه البحرين الى ما بلغته اليوم من تقدم في كافه الميادين بدأ يوم الاحتفال الكبير في جامعة الدول العربية بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والذي أناب عنه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء باستقبال الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط له والذي استقبله استقبالا حارا يليق بمكانة مملكة البحرين وتقديرا لإسهامات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودار بينهما حديث دافئ انضم إليهما السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الذي يكن كل تقدير لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا وكذلك تقديرا ساميا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وتوجه الجميع إلى القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية حيث الاحتفال بتكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمنحه درع جامعه الدول العربيه في الرياده في العمل التنموي تقديرا لدور سموه الرائد في الارتقاء بالمجتمع وتكريما لاسهامات سموه في مجال التنميه والتحديث والنهضه الحضاريه ودور سموه في دعم العمل العربي المشترك وهو ما اكد عليه الامين العام السيد احمد ابو الغيط في كلمته امام الاحتفال الكبير قليلة هي الشخصيات العربية التي خاضت معترك التنمية والتحديث مثلما فعل الأمير خليفة. قليلة هي القيادات التي أدركت منذ وقت مبكر أن معركتنا كعرب هي معركة تنمية وعمران وبناء في المقام الأول. تنمية البلدان وبناء الإنسان تنمية بالناس ومن أجل الناس. إن الأمير خليفة رجل صاحب رؤية تنموية تحديثية متكاملة. هذه الرؤية توفرت لها أسباب النجاح والتحقق بواقع الثقة التي منحها له شقيقه المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. ثم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حتى صارت واقعا نفخر به جميعا. وتم عرض فيلم وثائقي عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وانجازاته في مجال التنميه والتحديث في مملكه البحرين وقد اكد سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء على ان اسهامات صاحب السمو الملكي على مدار السنوات السابقه اثبتت بحق انه صاحب دور كبير في مجال التنميه والتحديث في النهضه الحضاريه. وهذه المسيره التنمويه الشامله والنهضه التي تشهدها مملكه البحرين متلازمه بشكل وثيق مع مسيره حياة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومراحل ارتقائه سلم المسؤوليات. حيث انه ومنذ بداية تولي سموه المسؤوليه، فقد وضع في قائمه اولوياته تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وتوفير الخدمات الاساسيه التي تكفل الحياه الكريمه لجميع المواطنين في مجالات التعليم والصحه والبنيه والاسكان والبنيه التحتيه والتنميه البشريه في حين عدد السيد عمرو موسى الامين العام الاسبق لجامعه الدول العربيه من صفات صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء التي ساهمت في تطوير العمل العربي المشترك والعمل التنموي وصفاته الانسانيه وتقدير الجميع لسموه شيخ خليفه له عندي قدر كبير فهو واحد من الشخصيات العربيه المحترمه التي عملت الكثير لتحقيق التقدم لوطنها ولحمايه مصالح الوطن العربي الكبير نفس الامر اكده السيد عبد الرؤوف الروابده رئيس وزراء المملكه الاردنيه الهاشميه الاسبق واعتزازه بالصفات الحميده لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واسهاماته في تحديث المملكه ودوره الرائد في العمل العربي المشترك. ان التكريم علاوه على تقدير المكرم هو صناعه للقدوه والتاسي. وإضاءة على الجوانب المشرقة في سيرة المكرم حتى تبقى في وجدان القيادات الواحدة وهي تعبير عن نبل الوفاء الذي لا يعرفه إلا الأوفياء المحتفى به أمير المحتد والخلق شخصية مبدعة آسرة هي السهل الممتنع تمور كالسيل العرم حين تحجب الأمور وترقك النسيم الشذي في كل حين رضع المجد كابرا عن كابر في اسره ميزتها العراقه والوفاء والبناء والانجاز. ثم تسلم سمو الشيخ علي بن خليفه ال خليفه نائب رئيس الوزراء درع جامعه الدول العربيه في الرياده في العمل التنموي. وذلك في احتفاليه كبيره نيابه عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط في حضور عدد كبير من الشخصيات من رجال السياسه والفكر والثقافه والصحافه والاعلام والدبلوماسيين واعرب سمو الشيخ علي بن خليفه ال خليفه نائب رئيس الوزراء عن اعتزازه بتسليم درع التكريم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقدم هدية تذكارية للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وسط تصفيق الحضور تقديرا لمملكة البحرين وقيادتها. وبعد ذلك توجه الجميع لحضور افتتاح معرض إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. والذي عدد إنجازات سموه في تطوير ونهضة البحرين وبحضور عدد كبير من الضيوف الذين أثنوا على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عملا وخلقا وإنسانية وتم أيضا تدشين كتاب عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة زعامة صنعت التاريخ واستحتفال كبير من الحضور الكريم والاطلاع عليه تكريم جديد ومتجدد لمملكه البحرين في بيت العرب جامعه الدول العربيه تمثل في منح صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس وزراء مملكه البحرين درع العمل التنموي من الامين العام لجامعه الدول العربيه وذلك تقديرا لاسهاماته والجهود الرائده في التحديث الشامل شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكه البحرين من داخل مقر جامعه الدول العربيه القاهره مهما كرم حقيقه وقد كرم في كثير من البلاد ومن كثير من المنظمات انما ما قدمه وما زال يقدمه للبحرين انما هو اكبر بكثير من اي تكريم تكريم القاده العرب وبالذات اللي كان لهم اثر ملموس في نهضة شعوبهم أعتقد أن هذا أمر مستحب وأمر أن احنا يجب أن احنا ننميه ونغذيه في الفترة القادمة هذه الاحتفالية تعتبر احتفالية مقدرة للدور القوي لمملكة البحرين أولا ولحكومة مملكة البحرين ولصاحب السمو وجه الخصوص في العمل التنموي الذي قام به سواء على مستوى دولة البحرين أو على مستوى الدول العربية أو على خارج إطار المنطقة العربية هذه مناسبة طيبة والله الحمد أن يكرم سموه في بيت العرب الذي هو يعتز به ويفخر به ودائما وابدا يوجهنا ويوجه المسؤولين في البحرين للتعاون مع جامعه الدول العربيه كيف بدا حياته مع والده كيف استطاع مع شقيقه الراحل المغفور له الامير عيسى بن سلمان كيف تسلم الامور التنفيذيه عند الاستقلال كيف حافظ على عروبه البحرين